مشوار كتير صعب اليوم، كتير تعب. جينا لعند عبد الله اللي هو بجديدة ندوقكم اللقمة اللي كتير طيبة. تفضل. شيء بشهي يعني جودن ابيتيت على الالماني يعني بس جيب على عبد الله عادي عادي سين على egal wer kommt ist sie komplett weil nicht musst du bescheid sagen heute bre gesundheit ist wichtig ich mach mich fit bei fitex heute bre ich mach mit nur mit einem auge nur mit meinem auge bre heute amigo تفضل هيك كيف بدنا نفوت نحن جماعه الليليه كل يوم بنجي لعند محمود محمود اللي هو لبقه بابا سنفور بابا سنفور عند الشلي محمود بدنا نعمل له علاج فيزيائي هلا بدنا نعمل له علاج فيزيائي نغير له كل حركات ايداي هلا هو ها موجود بشطورة حيروح على الشام شو يا محمود؟ بدك تروح على الشام؟ بلاش بروح على الشام يلا هلا بناخذك على الشام الله اكبر السلام عليكم يا اخي العربي السلام وعليكم السلام بس لوس خالد سمه بيزو ابو سلطان كابود مخن ابو سلطان اسكاويت ابو اسلستي من هي كافيتيريا من مخن اين فيرتيش الز جزونتهايت Der hat ein bisschen Probleme mit das und das und machen wir ein bisschen ohne Eier ziehen, schöne Knacken, schöne Massage machen, schöne was Gutes und Heidebrä. Baba Sanfur, شو بيك يا خيي؟ شو حالك؟ أنا منيح. أنت منيح بس بدك تصير منيح نشط أكثر. هاي شو؟ هاي نسكافيه. لا نسكافيه مش لاقي. حط عليه تعال يا بابا سنفور لنا هلا اجرب ناظر كثير تعبان عود هان جو استنتان وبده يطلق ال 12 لا بده يجيب له غير شكل روح ايوه عطوه قتله مش مستحمل هلا هو حيموت بسم الله الرحمن الرحيم بسم ابتدينا وعلى النبي صلينا معك السلطان خشيه ربي ويزند ان اوه ابن ان كلاني كافيتيريا اوف دم اوتوبان اوتو دم اوتوبان Und ich helfe ihm, der hat bestimmt dieser alte Mann, hat Probleme ohne Ende. Die Leute alles müde, alles kaputt. Wie war's? Alles schifftig. Wie war's? Aber Sultan heute ist noch mehr kaputt. Aber viele Leute gemacht, viele Leute geholfen. Schwede hat er die Ention. Du bist lachend, Sigurd. Der ist. هم بدي رجع على الشاب بعد 15 سنة هذا تبع مشان الظهر مشان الرياضة مشان الرياضة ولا أنت معك وجع هون؟ لا مشان الرياضة شو مشان الرياضة هاي؟ مشان يضلوا كتافي مفتوحين هيك ها هيدا منه الرياضة أنت معك مشكلة بالكتاف يعني هلا بنفتح لك كتافك نحن في أوجيع هون؟ إيه هلا بنفتح لك وين هدول؟ أكيد هيدا حتلغي لي إياه لو ما تكبوا هيدا اليوم أوكي؟ إن شاء الله تحت ضربات أبو سلطان بده ينكب طب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ما زلت عامل لي حزام مواقي شوف فرجوا لي حزام هذا اليوم بده يكبه هذا الاخ هون عنده يعني انحناء بالقفص من عند الكتاف حتى البنداج انا بس العب هاتي بنداجي هذا بروبليم بتشلته بس يعني عامل سره يلا هيدي بسم الله الرحمن الرحيم ارتخاء كامل رخي 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 قد ما فيك رخي لانه قد ما ترخي قد ما تستفيد ان شاء الله اوكي بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا الله قول اوف قول يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا الله لو كده قد ما فيك رخي 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 بسم الله الرحمن الرحيم تمام جلس هلا لشوف فتح عينيك يا اخي لا شو عملت الضغط بعده شغال الضغط معك بابا سنفور شفت بابا سنفور ولا بعد بابا سنفور فرجيته السنافر كل اليوم شاف كل شيء في سنفور شاف بابا سنفور شو عم يصير معك ما ليش شو كشف كشفناه لابس هون حزام واقي لل فات يوك سايقلاتني هذيك ما خفي وجع هون اكيد خفي وجع ابو سلطان قلنا لك بدك تشيله هيدا اسرار كان في جاني من هون اخ ما دخلني برابطك انا بدي عم نحكي على الوجع هلا هلا ما فيش وجع لا طيب خليني بس شوف لك رابطك هاي هيك بسم الله رخيك يا رخيك بسم الله اوبس ترتاح كيف ما عم شكو عم يطق على الباقي بشي ما هيك بسم الله الرحمن الرحيم حتى اي باش اوبراتسيون ما عندك شي عمليات لا عمليات شغلات بعد ما تقطعني عم تسألني على عمليات اعملهم كلهم هي انت عملت كلهم انت عملتهم كلهم العمليات بسم الله لبنانيز اورجينال لبنانيز والله عم تصدق يا معلم تاريكين مصدي ومزنقر ما حدا معه خبر فيه يلا جي اريح رقبتك هيك شوي بسم الله قالوا لك في سحب ادان تعطي دينات سمعتوها يا شباب راح طلعت مع الكاميرا جايبين يا شباب انتوا عم تكاترين علي يعني عليك مليون بالمية متفقين عليك وجايين لحتى تصير بصحة وبعافية رخي على الاخر يا عيني عليك شوف ما احنا هاي خمسة على بطل يا شباب بسم الله ما هلك انت ابو صنفور صرت بطل شباك قوم وقف قوم حط ايدك على وجهك هيك تبع الناي ما بدنا نعمل وياك لا بس على الوقت المطلوب رخي 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 اوبس لحظة نمع ما بيقسم يلا حط هون حط ايدك بس هون هيك عود عود بالعاد عود بعد شوي هيت كوتش هيت حطهم على بعضهم اعطيني مجال بس فوق ايدي هيك بس هيك بس هيك وراح بابا صنفور يا زلمة منين جيتنا لهذي انت؟ وراح على كوبري 6 اكتوبر اليوم بدك تنام دادا دادا اي والله يلا هلا نعمل لك تيست صغير بس تيست صغير بسم الله بسم الله وهون هذا الوجع اللي كان عم نوجع فيك هون ما عادش فيه يا زلمة شو؟ ما عادش فيه وجع انا قلت لك باذن الله بدك تشيله هيدا والله عن جد بدك تشيله خلص باذن الله Wirklich, aber Sultan, ich will das wirklich machen mit dem Ziel. Wo kann man nicht sehen? Weil dieser Mann muss aber helfen, also wir gehen nicht einfach so weg. Kann man nicht sehen, wo kann man nicht. Am Auto, Auto. Am Motorhaube? Yes. Nein, der ist gut, Mann. Ja, Alajnan, nicht. Aber Sultan, wenn schon da richtig schläft, dann richtig. Na, ich sag, wie viel Heck? Was man nämlich. Hau mich, Kriegstuhl. Hau mich, Kriegstuhl. بيقتلني احسن حيدر لا ما بينام بدك تسويها بس محلل المشكلة كبيرة عنده رقبته عم يزتها لقدام لا ايه عم يضلوا كيف ولا ورا انت هاي رقبتك قدام هيك بدها ترجع هيك لازم تكون عم يزتها لقدام وكتفه عم يرجع لورا مشان هيك عم يصير مع وجع كتف صح انت رجع رقبتك هيك على طول تعلم عليه رجعها تعليم بظبط كل شيء معك هلا نحن فرتعناها شوي طريناها شوي شو طريتها والباقي على رب العباد شو هلا شو منو صاحب الطاقه وكان انت شو حاسس يا مكان طوي راسي طوي بلا راح هلا كان نعسان بطل نعسان كان تعبان بطل تعبان عن جد هلا ظهري كله مش كله لا فرفطوا فرفطوا المسبحه كلها فرطت هلا هلا سؤال النسكافيه تطلع معك نسكافيه معلومه كم تطلع شاي وكان معك انا بصدام خاشية ترابي ديزي منبر مش تشكاؤو فون انك فون هات فون انك فون مية هاب هات جي هاب ابا ترسم هابش اين انفيشت اشاب حسنات كشكريش فون اين دي فاقزون دي فاقود دي توبس فريدن
هوتي هوتي بارتي ترى بي بارتي هوتي هولندية هولندية أبو سلطان هولندية كم هير كم هير لا بس أحسن أنا مكسر إيه خل أنت أنا كرميلك فكرة خل بدك إياه لا لا أكيد رشيد شوفي رشيد شوفي شوفير كاميون شوفير كاميون تعبان من السويقة قال ظهره عم يوجع اول ما فت قال لي اذا بيعمل لي ضالي بس هو خايف لينام هو معه شوفير كاميون هو شوفير كاميون خايف لينام لما شاف ضربات ابو سلطان ابو سلطان ده يوم من اس نخشنا لك بومتنا عبادية دس قرادي هات نعطي تحملي يعني خلص اوكي علس ان اوضن دي زمان يا فرانسونيري اونا اندي علس فراي صارت الحركات عندك خفيفة ما هي؟ ايه مشي حالك يعني؟ اكيد بس حتوعدني انه حتكب لي مشاد هذا اللي لبسه على ظهرك انت انا مش حاطه كرمال وجع بس انا بدلو كتفي هيك حتى افتح لك كتفك صح يفتح لي هون هيك ليش؟ لانه رقبتك لقدام رجع لي رقبتك لورا وخلص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لساني جاني يا دكتور ايه يا سلام ابو سلطان سكسي ليدي